ما حكم تغطية المرأة لوجهها في الإسلام وكيفية خطبة المرأة التي تستر وجهها؟ وأرجو توضيح السبل المشروعة للخطبة. تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب الذين يسلم من محارمها واجبة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر الصحيح. ففي كتاب الله يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج إلى مصلى العيد قلنا: يا رسول الله إحداهن ليس لها جلباب، قال: يلبسها أختها من جلبابها. ولا ريب أن السنة دالة على ذلك أيضا، في حديث فاطمة بن قيس قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد أنها تضع الثياب حتى تكون عارية، بل تضعين ثيابك التي جرت العادة أن تلبسيها عند غير المحارم لأنه رجل أعمى. ولا ريب أيضا أن النظر يقتضي وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب، لأن الوجه هو محط الفتنة وهو محل الرغبة من الرجال. ولهذا لا ينظر الرجل إلى المرأة إلا إلى وجهها، ولا يعتبر في الجمال إلا وجهها. والخاطب إذا خطب المرأة وكان يعتني بالجمال لم يسأل إلا عن الوجه، لأن الوجه هو كل شيء. فإذا كان هذا هو محط الفتنة ومحل الرغبة فإنه يجب ستره من باب أولى من ستر الرجل. وإذا كان عند الذين قالوا إن الوجه يجوز كشفه، إذا كان كشف الرجل عندهم محرما، فإن كشف الوجه من باب أولى، لأن الفتنة الحاصلة بكشف الوجه أعظم بكثير من الفتنة الحاصلة بكشف الرجل. ويا سبحان الله أن تكون الشريعة الإسلامية جاءت بتحريم بروز أصبع من أصابع الرجل ولم تأتي بتحريم بروز العينين والشفتين والخدين والجبهة وملامح الوجه الذي هو محل الفتنة وإثارة الشهوة. هذا شيء لا يمكن أن تأتي بمثله هذه الشريعة الحكيمة. ولذلك كان قول متعين عند التأمل هو وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب. وأما بالنسبة للخاطب فله أن ينظر من المرأة ما يرغبه في نكاحها من الوجه والرأس والكفين والقدمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر الخاطب إذا خطب امرأة أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. وأما كيف يخطب الإنسان المرأة فإن الأفضل أن يكلم أولياءها ثم يطلب النظر إليها، ولا بد أن يكون النظر بحضور وليها أو أحد من محارمها، ولا يجوز أن ينظر إليها في محل خلوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل من امرأة إلا مع ذي محرم. وكذلك لا يحل له أن يتخاطب معها في الهاتف لأنها أجنبية منه حتى يقض عليها، والمخاطبة معها في الهاتف تؤدي إلى فتنة وإلى تحرك الشهوة، وهذا أمر محذور شرعا. لكن إذا عقد عليها فلا حرج أن يتكلم معها في الهاتف وغيره. نعم. بارك الله فيكم.